يا جدعان يا جدعان، فين الزمالك؟ طب فين الوداد؟ طب فين الترجي؟ فين دول؟ انا مش عارف الاتحاد الافريقي ده بيصحى من النوم بيطلع كده بقرارات غريبه. الاتحاد الافريقي صحينا النهارده من النوم طلع عمل لك قرار غريب، قال لك احنا هنعمل ايه بقى؟ هننشئ رابطه انديه للكره الافريقيه. طب ماشي يا عم، هننشئ الرابطه دي، طب مين اللي هيديرها؟ ما هو اللي هيديرها حاجه كبيره جدا. اللي هيديروا الرابطه ديت يعني ثلاثه، الاهلي والرجاء المغربي والهلال السوداني. ركز معايا في الكلام اللي بقول لك، الاهلي الرجاء الهلال السوداني، قال لك دولت اللي فازوا بالعضويه. طب فين الوداد؟ طب فين الترجي؟ فين الناس دي؟ فين الزمالك؟ فين الناس كبارات افريقيا دول؟ الهلال السوداني يا عم على عيننا على راسنا يا عم، واخواتنا في السودان حلوين وكل حاجه، ولكن التاريخ برضه يا جدعان، التاريخ يعني مين اكتر نادي فاز ببطوله افريقيا بعد الاهلي؟ مين؟ عندك الزمالك، ده حاجه اكيد المفروض. يعني هتقول لي ما ينفعش يعني اتنين من انديه المصريه والكلام ده؟ يا جدعان احنا كل مره، انا مش فاهم الاتحاد الافريقي ده ماشي بايه، يعني ماشي بسيستم انا مش فاهمه. بيصحوا من النوم يعملوا قرارات، يعني بيصحوا من النوم كده يعملوا قرارات. والناس اللي مش فاهمه موضوع رابطه الانديه الافريقيه زي رابطه الانديه اللي عندنا كده، يعني احنا عندنا اتحاد كوره ورابطه انديه، دي رابطه الانديه دي المسؤوله عن الكوره فقط. الاتحاد الافريقي قرر ان هو يعمل هو نفس الكلام نفس الموضوع، يعمل رابطه الانديه للكره الافريقيه، دولت يبقوا مسؤولين عن الكوره في افريقيا. طب ماشي، طب ماشي، دولت اللي هيبقوا مسؤولين بقى. الاهلي ماشي، الرجاء ماشي، طب حط مثلا الترجي، حط الترجي من تونس، حط الزمالك، حط الوداد. جرى ايه يا كاف؟ جرى ايه يا كاف؟ فهمني دنيتك ماشي. فيا ريت بعد التطور اللي احنا شفناه عملنا رابطه، ماشي يا عم عملنا رابطه، يا ريت بقى نظبط بقى الدنيا، تحكيم يبقى كويس، ملاعب كويسه. يعني انت بتقعد تصرف في الشكليات من بره كده، ولكن ارض الملعب يا باشا، التحكيم الافريقي هيظل هو اسوأ حاجه في الكوره الافريقيه. التحكيم الافريقي اسوأ حاجه وارقم حاجه في الكره الافريقيه حرفيا. فلازم نظبط ولازم نفوق ولازم نركز في تطوير الكره الافريقيه عشان نبقى متفقين يعني. ولكن هنشوف في الايام اللي جايه على الموضوع ده. هم اساسا صحوا من النوم عملوا الرابطه دي، فهم اساسا بمزاج، يعني الكره في افريقيا بمزاج الاتحاد الافريقي ده. ماشي، اركن الحوار ده. انا متضايق من بعض الناس المصريين اللي هما بيتريقوا وبيضحكوا يعني عشان منتخب النهارده يعني اتقدم في التصنيف العالمي في الفيفا يا برنس، بدل ما كنا 35 على مستوى العالم بقينا 33 على مستوى العالم. انا بحب افكرك كده يا برنس، لو انت ناسي احنا كنا التاسع العالم، كنا التاسع العالم. فالناس عمال تضحك النهارده وتقول لك يا عم ايه ده، يا رب نبقى المركز ال 100 بعد بطوله افريقيا. يا جدعان يا جدعان، الكوميديا والضحك والكره لمنتخب مصر ده، ده منتخب بلدك، منتخب بلدك. خلاص يا عم روح شجع بقى كينيا، يعني روح شجع كينيا ولا جنوب افريقيا ولا المغرب اخواتنا ولا اي حاجه. فانا مش فاهمك، يعني انا مش فاهم الناس بتضحك على ايه. الناس دي حاجه غريبه، يعني لما المنتخب يتقدم في التصنيف الناس بتضحك، والله حاجه تحزن، وقسما بالله حاجه تحزن وتضايق من الناس اللي بتعمل كده. يا جدعان احنا عندنا بطوله افريقيا كمان شهر، كمان شهر، فلازم تركز. يعني عاوزين كلنا نقف جنب المنتخب، نركز باذن الله ناخد البطوله وننافس. دي احنا اكتر منتخب واخد بطوله افريقيا، احنا واخدين 7، مفيش حد عملها اساسا ولا حد هيعملها. ماشي، احنا منتخب مصر لازم نقف كلنا جنب المنتخب، عندنا بطوله مهمه في شهر واحد لازم كلنا نشجع المنتخب. مش عايزين الناس تتريق وناس تعمل يا عم الناس ما بتحضرش ماتشات المنتخب. ما تقول لي يا عم انت ما بتحضرش ليه؟ اقول لك انا اساسا الفنه دي بتاعتي خلصانه، وانا اساسا شغلي والكلام ده كله. فانا بتكلم ان ايام المنتخب منتخب، عايزين نرجع الايام دي تاني. المنتخب راجع، المنتخب راجع، وهنلعب بقى كل يوم باذن الله ونكمل لغايه نهايه البطوله وباذن الله نكسب البطوله. فيا ريت الناس يعني تبطل تريقه على المنتخب، يا ريت. يعني احنا بننتقد الاداء في الملعب، ولكن ده منتخب مصر، منتخب بلدنا، فانت لازم تقف معاه ولازم تقف يعني في صفه وتشجعه مهما كان. فنفوق شويه، نفوق شويه، مش عارف الناس بتتريق عليه. سلام يا برنس.